مثل الفريق الوطني في هذه المقابلة عمارة جندوز لرباز مرزقان منصوري فرجاني جداوي عصاد ماروك بن شيخ زيدان تلمساني دحلب وبلومي وبوربو. انطلقت المقابلة لصالح فريق طنا الذي يلعب في الدرجة الثانية بهجوم مباغت لصالح المنتخب الوطني، سجل على إثره بوربو الهدف الأول لصالح المنتخب الوطني. سنشاهد هدف بوربو الأول الذي جاء في الدقيقة 13 من الشوط الأول. في الواقع لم تكن مقابلة الجزائر طنا مقابلة في القمة، حيث سيطر فريق طنا في الدقائق الأولى من هذه المقابلة، لكن سرعان ما استرجع الفريق الوطني الكفة وسجل هدفه الأول. لكن هذا لا يعني أن الفريق الوطني استهزأ، بل بالعكس فقد حاول في عدة مرات لكن دون جدوى، وهذا راجع في نظري إلى عياء اللاعبين من جهة وإلى قلة الانسجام من جهة أخرى. ثم إلى الاستماتة التي ظهر بها فريق طنا الذي يلعب على أرضية ملعبه وأمام جمهوره. طبعا تعتبر هذه المقابلة بالنسبة إليه مقابلة تاريخية باعتباره يلعب أمام فريق سيمثل الجزائر في مونديال سنة 82. أضاف فريق طنا هدفه الثاني في الدقيقة 44 من الشوط الأول عن طريق دورين، وانتهى هكذا الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد لصالح فريق طنا. حاول الفريق الجزائري أن يعدل النتيجة عن طريق عصاد خاصة الذي ضيع 3 أهداف محققة، وهذا نظرا لتسرعه في التسجيل. المهم هو أن هذه المقابلة كانت مقابلة تجريبية للمنتخب الوطني ولبعض عناصره التي لم تلعب بعد، مثل فرجاني الذي دخل لأول مرة منذ بدء التربص، وكذلك الشأن بالنسبة لياحي وأعمار الحارس الذي يتحمل مسؤولية الهدفين. هذا هدف طنا الثاني الذي جاء على إثر خطأ من الدفاع. هذه إحدى المحاولات من عصاد الذي تصطدم قذفته القوية بالعارضة. Thank you.